هو أمير سكن القلوب وتربع على عرشها في جنبات الصدور. تغنى أهل الكويت باسمه صغارا وكبارا. الجثمان الطاهر محمول على أكف الوفاء لهذا الوطن ولفقيد هذا الوطن الذي اختاره الله عز وجل أن يكون بجواره بإذن الله، ينعم على الأرائك في جنة النعيم. جموع المصلين ينتظرون وصول الجثمان الطاهر لأميرهم وفقيدهم وفقيد وطنهم الغالي الكويت، كي يدعو الله عز وجل أن يشمله برعايته وحفظه وأمانه